اهم 5 قواعد في تكوين الصوره هيساعدوك انك تطلع بصور جامده جدا لو كنت بتصور بالموبايل او بالكاميرا. انا احمد حسن ودي الحلقه الاولى في سلسله تعليم التصوير الفوتوغرافي للمبتدئين. قبل ما ابدا الحلقه حابب اقول ان السلسله دي للمبتدئين، هيكون فيها معلومات قيمه جدا ومفيده ليك كشخص مبتدئ، وهنكون عيله كبيره من ناس عندها شغف وحابه تدخل في عالم التصوير. اما لو انت مصور جامد وحد بروفيشنال، فالسلسله دي معلوماتها مش هتفيدك لحد كبير، بس ده ما يمنعش طبعا انك تعمل لايك واشتراك في القناه وتساعدنا ان احنا نكون عيلتنا كبيره في اسرع وقت. اوقات كتير بيعدي عليك صوره اول ما بتشوفها بتقول الصوره دي جامده، وصلت لك المعنى بكل سهوله اول ما شفتها ريحت عينك، والاهم من كده انك كنت مبسوط وانت شايفها. وده اكيد ما جاش بالصدفه، ده بسبب الفوتو كومبوزيشن او تكوين الصوره، وده موضوع حلقتنا النهارده، وده هيفيدك جدا كمصور مبتدئ سواء كنت بتصور بالكاميرا بتاعتك او بالموبايل. التكوين هي كلمه عكس الفوضى، فبالتالي اي صوره بنصورها المفروض يكون ليها تكوين محدد بيوصل المعنى بتاعها وما تكونش ابدا بشكل عشوائي. وتكوين الصوره ليه اكتر من قاعده، هتكلم النهارده عن اهم 5 قواعد فيهم هيفيدوك جدا كمصور مبتدئ. اول قاعده فيهم وهي القاعده الاهم والاشهر هي قاعده الرول اوف سيرد او الاتلات، ودي ببساطه انك بتقسم الكادر بتاعك لخطين بالطول وخطين بالعرض، ونتيجه تقابل الخطوط دي بيتكون عندنا 4 نقط رئيسيه، ودي نقط التركيز ونقط القوه في الصوره. لو حطيت العنصر بتاعك في اي نقطه من الاربعه فاكنك بتقول للمشاهد ركز هنا، انا عايزك تركز هنا اكتر، وبتشد عينه للعنصر بتاعك اكتر، وبيبقى العنصر بتاعك او الفكره اللي عايز توصلها من الصوره هي محل الاهتمام. زي مثلا الصوره اللي قدامك دي، دايما هتلاقي العنصر اللي بيتصور موجود في نقطه من النقط اللي اتكلمنا عليهم واللي هم نقاط القوه في الصوره. دي هي الفايده الاولى لقاعده الاتلات. اما الفايده الثانيه بكل بساطه فهي انك لما بتقسم الكادر او المشهد بتاعك لخطين بطول وخطين بالعرض بينتج عنهم 3 اجزاء فوق بعض، جزء تحت وجزء في النص وجزء فوق، تقدر في الثلاث اجزاء دول تقسم المشهد بتاعك. عشان تفهم القاعده دي اكتر انا جبت لك صوره مش انا اللي مصورها لكن ما لقيتش افضل منها كمثال. هي الصوره دي بصراحه صوره حلوه جدا وبحيي جدا اللي مصوراها بنت اسمها ندى مصطفى، فنحييها ونقول لها ان الصوره حلوه جدا. القاعده الثانيه هي قاعده السيمتري او التماثل. التماثل ده هو ان الكادر بتاعك بيكون فيه جزئين شبه بعض بالظبط، وده بيدي شكل جامد جدا للصوره وبيخليها ملفته جدا للعين. زي مثلا لما بتصور صوره المبنى من انعكاس المايه، فبتلاقي المبنى في الكادر مرتين، مره في مكانه الطبيعي ومره في انعكاس المايه، وده بيدي شكل جميل جدا للصوره. واكيد اكيد قابلتك صور بالشكل ده كتير ولفتت نظرك. او مثلا صوره شبه دي، العنصر اللي بتصوره في النص والناحيه اليمين والناحيه الشمال شبه بعض بالظبط وبينهم تماثل، وده بيحقق قاعده السيمتري وبيدي الصوره شكل جامد جدا وبيخليها ملفته للعين. اما القاعده رقم 3 فهي قاعده الليدنج لاينز او خطوط التوجيه، ودي بتبقى عباره عن خطوط او منحنيات بتستخدمها كمصور عشان توصل هدف الصوره، ويفضل الشخص اللي بيتفرج ماشي مع الخط لغايه لما يلاقي هدف الصوره في اخر الخط. زي مثلا الصوره دي، اول ما تبص لها هتلاقي نفسك عينك بشكل تلقائي جدا ماشيه مع الخطوط لغايه اخر الصوره ولغايه ما توصل لهدف الصوره وهو الشخص اللي في الاخر. او مثلا الصوره دي هتلاقي برضو عينك بشكل تلقائي جدا بتمشي مع الخطوط لغايه لما توصل لهدف الصوره وهي البنوته الصغيره، ودي من القواعد الجميله جدا واللي عمرها ابدا ما هتخذلك وهتطلع لك دايما صور جامده جدا. جينا للقاعده رقم 4 وهي الفريمينج او التقطير، ودي معناها انك بتحط موضوع الصوره داخل اطار. لو قدامك هدف بتصوره فبتدور على اطار تحطه جواه، ودايما الصوره بيطلع شكلها جميل جدا. مثال على قاعده الفريمنج، الصوره اللي قدامكم دي هي بكل بساطه اللي بيصور كان ممكن يصور المكان لوحده فاضي، لكن فضل انه يحطه جوه فريم، وده خلى الصوره شكلها احلى بكتير جدا ووصلت معنى مختلف. فدايما وانت بتصور اي حاجه حاول تدور على فريم تحط الصوره جواه، ودايما هيطلع لك نتائج كويسه جدا. القاعده رقم 5 والاخيره وهي قاعده الديب سوب فيلد او عمق الميدان، وهي انك بتخلي حاجه في الفور جراوند قدام الكاميرا والعنصر اللي بتصوره في النص وبعديه الباك جراوند او خلفيه الصوره، وده بيدي عمق لذيذ في الصوره هيخليك روش جدا، وهتلاقيه كتير جدا في مشاهد سينمائيه بيستخدموه مصورين السينما عشان يصنعوا عمق في الصوره. جرب وانت بتصور تحط حاجه قدام الكاميرا وتخلي هدفك في الصوره او موضوع الصوره في النص بالظبط، وتخلي بعديه باك جراوند او خلفيه واسعه شويه، هتلاقي ان الصوره بقى شكلها جامد جدا. ودي بعض الامثله على قاعده الديب سوب فيلد او عمق الميدان. في قواعد اكتر من كده بس انا حبيت اتكلم عن اهم 5 قواعد تقدر تستخدمهم كمصور مبتدئ وتطلع بيهم صور هايله جدا سواء كنت بتصور بتليفونك او بالكاميرا. حابب اختم الحلقه بتوضيح مهم جدا بالنسبه لي، انا مش اكتر المصورين خبره ولا اجمد مصور في الدنيا، لكني بحاول اعلمك وبحاول افيدك بقدر المستطاع، وزي ما انا بفيدك فانا اكيد بستفاد. عشان اوصل لك المعلومه اصلا بضطر ان انا اراجع المعلومه بشكل كبير جدا وركز فيها بشكل دقيق جدا، لان ما ينفعش ان انا اديك ولا معلومه غلط، وده مكسب كبير جدا بالنسبه لي. الفايده الثانيه ان انا لما بديك معلومات ده بيزود الحمل عليا وبضطر ان انا اتعلم معلومات جديده عشان اعلمها لك، وده هو الكنز الاكبر بالنسبه لي. بما انك كملت الحلقه للاخر فانت اكيد شخص مميز جدا بالنسبه لي وجامد يعني، وباذن الله نتقابل تاني قريب جدا في الحلقه الجايه.